databases في السيتنج راح احدد الداتابيسز اللي انا احتاجها. ممكن بدل ما انا افتحها مثلا ايرك الحاله السكوبس الحاله وغيره كلهم احطهم هنا تحت هذه المظله ويبحث لي عنه على الموجود في الجميع في نفس الوقت، فاختصار وقت واختصار جهد. نلاحظ شيء بعد هنا، في عندي ماين بلس وعندي ماينس، زائد وناقص، هذا عشان الفيلدز. هنا مثل ما لاحظت انا لو ارجع السنتكس حقي محتاجه 4 مجموعات، فلما اجي هنا ممكن، طبعا انا هنا هذه مجرد صوره، لكن لو رحتوا للاونلاين راح تشوفوا، اسوي كليك على الزائد ويعطيني فيلد رابع، فاكتب المجموعه الاولى هنا، وبعد الان المجموعه الثانيه والثالثه والرابعه، ممكن خامسه وسادسه، وممكن انقص واخذ بس مجموعتين على حسب سؤالك وعلى حسب موضوع بحثك. فبهذه الطريقه تكون كل الاشياء تمام وموجوده. هنا طبعا هذا يعني عشان يسوي ليميتيشن للبحث، لان لو خليته بشكل كذا راح يجيب لي يعني الوف مؤلفه من البيبرز اللي قد يكون جزء منها انا ما احتاجه بس راح تضيع لي وقتي، فاعمل له ريفاين من خلال الاختيارات الموجوده هنا. مثلا السنه انا محتاجه مثلا من 2016 الى 2020، مثلا انا بس ابقى اقرا الابستراكت، مثلا انا بس احتاج الاكاديميك جورنال، على حسب. طبعا هذا بس مثال، الداتابيسز مثلا ايرك او غيرها عندهم طريقه ثانيه، بس المجمل واحد، يعني مجمل البحث والاشياء وكلها مجملها واحد. ممكن اختار اللغه، ممكن اختار الاشياء الثانيه، وبعدين اسوي كليك لكلمه سيرش، وبهذه الطريقه راح اتوصل للعدد او الاكبر عدد ممكن من الابحاث والبيبرز اللي راح تنفعني. هنا شيء مهم جدا، هذا الدايجرام جدا مهم وانصح فيه من البدايه، يعني انا محاولت حتى في توزيع للسلايدات وترتيبها في الاورجنايزيشن حقها، يعني اني وزعتها تكون بالترتيب، ان الباحث الان من بدا البحث في الداتابيس يكون اصلا عنده اوريدي هذا الدايجرام، يكون مجهزه جاهز في هالوقت، لازم يكون جاهز. طيب ليش هذا الدايجرام؟ لو نلاحظ هنا على جهة اليسار Identification, Screening, Eligibility and Included، يعني هذه مراحل أوكي السكرينينج والIdentification. في السيستماتيك ريفيو في عملية الكلينينج راح نحتاج هذه الأربع مراحل، ونحتاج إن احنا ندونها، مش فقط نسويها وخلاص، لازم يتم تدوينها. فأكتب كم حصلت عليه من البداية، سواء مثلا في الأونلاين وفي غيرها من السورسز، إذا في دوبليكتس طيب شلناها، كم المتبقي، كم سوينا لها سكرين، كم حذفنا، كم بقي فيما بعد. طبعا كل هذا نحتاجها وكل هذا لازم يكتب. وأحب أنوه أن البريزما هذه stands for preferred reporting items for systematic review and meta analysis. قاموا بعض الباحثين في إيجاد هذا الدايجرام للتسهيل على الأوثرز لكتابة النتائج السكرينينج والايدنتيفيكيشن للسيستماتيك ريفيوز والميتا أناليسز. طبعا انا شخصيا ما تطرقت للميتا اناليسز، لم اعملها، توقفت فقط هنا في السيستماتيك ريفيو لعده اسباب. اولا بحثي لا يستحمل اني يعني اني اعمل ميتا اناليسز، بسبب انه الدراسات اللي حصلت عليها فيها اختلافات، فما ينفع اني اقارن اشياء مختلفه. وطبعا هو يعتبر مور ادفانسد اللي هو الميتا اناليسز، لان يعني بعد ما عمل السيستماتيك ريفيو نجمع الدراسات ونستخدم النتائج اللي تم الحصول عليها، ونحاول ان احنا نعملها تحليل احصائي عشان نطلع بنتيجه واحده. فالموضوع يعني محتاج الى شرح الحاله، ومش كل سيستماتيك ريفيو تنفع انها تكون يعني ترقى الى ان تكون ميتا اناليسيز. طيب ستيب نمبر 2 قبل ما اجيب الاكزامبل بشكل حي، بس عشان اوضح الستيجز. اول ستيج في الكليننج راح يكون سكيم،
فقط أطالع التايتل بشكل سريع وأطالع الأبستراكت ممكن بشكل سريع وعلى أساس أقول أوكي هذا راح أدخله عندي وهذا لا راح أحذفه. الستيج اللي بعده ريد ذا ابستراكت، لا هنا راح اقرا فعلا الابستراكت في المجموعه المتبقيه واشوف ايش اللي ينفعني وايش لا. ممكن البعض يقول طيب انت من الاساس حطيتي الاشياء اللي انت محتاجتها، لا لكن بعض البيبرز مش واضحه، حتى الابستراكت تكون مو كاتبين فيها المعلومات اللي انا محتاجتها، فممكن تستبعد، يعني يمكن فعلا موجوده فيها كل الكلمات اللي انا حطيتها في السنتكس بس لا فيها شيء مخل بالشروط. آخر شيء اللي هو الفول ريبورتس، اللي أقرأ كل الريبورتس اللي موجود، وفي العادة هذه زي ما قلنا في السابق إنها ما تتعدى 50 وأحيانا تكون حتى مجرد 10 بيبرز. أوكي الآن راح أجيب لكم مثال حي، وعذرا لو كان الشريحة مش واضحة تماما. هنا هذا شغلي أنا شخصيا في السيستماتيك ريفيو، هذا هنا records identified through database screen searching and other sources، طلع عندي 10605 papers. بعد ما شلت الدوبليكتس اللي كانوا 19، وطبيعي لأن المختار يعني مستخدمة الكثير من الداتابيس فطبيعي إنه ممكن يكون البيبر موجود في أكثر من واحدة، بعد ما حذفتهم خلاص ضل عندي 10586. طيب بعدين أنا أيضا عملت لهم refine مثل ما وريتكم في السلايد السابق، فحددت اللغة، حطيت فلترز في البحث، حددت الهيدنجز اللي احتاجهم والسبجكت واللانجوج والايج جروب والميثودولوجي اللي انا احتاجها انها تكون RCT والبوبوليشن. فبهذه الطريقة طلع عندي هذا العدد 10342. طيب بعد منها طبعا هذا هو العدد وشلنا منه هذا العدد خلاص، فصار عندي 244. هنا أصبح هذا الريكوردز اللي هي for screen stage. طيب ال 244 ايش صار فيها؟ طبعا هذه أنا قرأت يعني الأولي الأوائل دولي، عملت refine، قرأت التايتلز، هنا لا قرأت الأبستراكت، فاكتشفت إنه 216 منهم أصلاً لازم أحذفهم، ما تمشي مع الكرايتيريا تبعي. في بعضهم التوبك أصلاً الريليفنت ما كان واضح في العنوان، بعضهم ما في انترفنشن، بعضهم أصلاً التارجت جروب اللي أنا أبغاه مو موجود، بعضهم ما في اتندنس ميجر أساساً، يعني ما في مثلاً أيام الحضور أو ساعات الحضور في المدرسة، أو ما في حتى ساعات الغياب، وما عندي ايضا بعضهم اللي هو 27 وحده لم يكن فيها اكاديميك اتينمنت ميجر. فبهذا على هالاساس فانتم لو لاحظتوا اني لما احذف في هذه المرحله لابد اكتب السبب عشان ابين ليش انا حذفت هالمجموعه. طيب كم تبقى من ال 244 واللي يعتبروا اليجبل انه خلاص اقدر انا اقيمهم في السيستماتيك ريفيو؟ بقى عندي 28 دراسه. أيضاً الـ 28 دراسة تبين أن 8 منهم يعني لما قرأتهم بشكل كامل، 2 منهم في بعض المعلومات جداً مهمة إحصائية لم تتوفر، 5 منهم ما في كنترول جروب، وواحدة منهم طلعت systematic review بس ما كانت واضحة في الأبستراكت. فعشان كذا أنا حصلت على 20، فالنتيجة اللي هي 20 دراسة ضميتها للسيستماتيك ريفيو وعملت لها اللي هو اشتغلت عليها في اللي هو في الايفالويشن وفي نتائجي، وكلها هي 20 دراسة. شيء احب انوه له هنا، اي باحث يحب يعمل سيستماتيك ريفيو، انا شخصيا استخدمت الاند نوت، هو برنامج جدا رائع، ممكن في مكتبه كل واحد خاصه يخصص له فولدر يسميه بسيستماتيك ريفيو او اي اسم هو يفضله، ويحفظ فيه كل الدراسات اللي تطلع له من البدايه، يعني مثلا 10000 وشيء اوكي اذا هو يعني يستطيع، او مثلا حتى من هنا او من هنا اوكي، بس لان دولي لازم انا اكون يعني محفوظين عندي، لان لو لاحظنا هنا في ذي المرحله ممكن احفظ حتى هذا المجموعه بس اكون انا مدونه ذي الارقام من البدايه اوكي، فأحفظ هذه المجموعة عشان بعدين لما أجي أنا أسوي لهم exclusion يكون أنا أعرف السبب، ممكن أرجع لهم،
لأن يعني مو مقبول إذا كان ما عندي سبب. طيب ننتقل الآن، فهذه طبعاً أيضاً أحب أقول قبل ما أنتقل، هذه تعتبر النتائج السكرينينج والأيدنتيفيكيشن، فهذه وين تكون؟ تكون بعدين إن شاء الله في الريزلت. بداية قسم الريزلت أكتب اللي هو هذا الدايجرام وبعدين أشرحه بطريقة وصفية. طيب خلصنا ستيب 1 و 2، الحين ننتقل لستيب 3 اللي هو الداتا اكستراكشن. الحين أنا صار عندي 20 دراسة، العشرين هذه دراسة المفروض أقرأها بشكل مفصل. أتوقع أن هذه استراتيجية أيضاً يعني استخدمها كل الباحثين حتى في الليترشر العادي، أني أنا أخذ الدراسات أقرأها وأسوي لها سمري، سواء على شكل تيبل، على شكل طولي، كل إنسان واللي رايحة، بس أني أقتطع البيانات اللي أنا أحتاجها وأحس أنها راح تنفعني لاحقاً، خصوصاً الآن في السيستماتيك ريفيو أنا عندي أسئلة واضحة، فالمفروض أني أنا أعرف إيش أكتب وإيش أقرأ وإيش المعلومات اللي راح أحتاجها. فمثلاً هنا أنا حطيت بعض النقاط اللي ممكن تفيد الباحث. Overview ملخص كذا شيء بسيط، الدراسة مثلاً هدف الدراسة إيش بشكل مبسط، الميثود إيش الوسائل اللي تم استخدامها، السامبل طبعاً الكتاب في العادة يكتبوا مواصفات السامبل، العمر، الجندر، إذا كان في أي شيء يعني مختلف، الأوتكم ميجرز إيش استخدمت الدراسة في عشان تقيس الريزلت، إيش النتائج اللي تم الحصول عليها، وكومنتس أند ليميتيشن، راح نتعلم شلون نسوي الكومنتس والليميتيشن إن شاء الله في السلايدات الجاية. الكومنتس إذا أنا لاحظت مثلاً أي شيء من البداية من قراءتي له، لاحظت في شيء ناقص، لاحظت إن مثلاً في بايس واضح، لاحظت أي شيء ممكن عادي نكتبه في هذه المرحلة. أنا جبت مثال وعذراً على صغر الخط، بس لأن التيبل كان مرة كبير وأنا اخترت منه فقط 5 بس عشان يعني الأخوة والأخوات يشوفوا مثال حي قدامهم. هذا جزء من السمري للدراسات، أنا عندي 20، أنا هنا حطيت 5 عشان بس السبيس. فعندي مثلاً أكتب هنا الستدي، طبعاً مهمة لأن عشان الريفرنس، البرامج اللي مستخدمة كتبت كل واحدة إيش البرامج اللي فيها، الأيم كل دراسة إيش كان الهدف منها، الكوست لأن مهم في الانترفنشنز وفي البرامج هذه مهم إن أنا أعرف اللي هو المبلغ اللي تم صرفه، عشان بعدين ممكن لأن في شيء اسمه اللي هو دراسة الجدوى وأشياء زي كذا في خصوصا في الأشياء اللي فيها برامج وفيها انترفنشن. فهنا كتبت أيضا عشان نقارن بينهم، والديوريشن اوف بروجرام المده الزمنيه اللي تم تنفيذ البرنامج فيها، والبروتوكول البروتوكول ايضا كيف طريقه تطبيق هذا البرنامج، مثلا كاش، تيتشر انسيتايبس او اي طريقه اخرى. وهنا طبعا الرانكينج هنا هذا راح إن شاء الله نتعلمه في السلايدات الجاية. هذا الرانكينج المحطوط عشان الأدلة أو الإيفيدنس الموجودة في كل دراسة، هل أنا أعتبر هذه الدراسة قوية أو أعتبرها أقل أو أكثر، فإن شاء الله راح نتعلمها في الجاي، بس هذا كمثال. طبعاً ممكن المعلومات هذه تزيد أو تنقص على حسب أسئلة البحثية وعلى حسب مجالي وعلى حسب أنا إيش أحتاج من كل دراسة. هذه طبعاً مهمة في إيش؟ مهمة لأنها راح تسهل لي فيما بعد عملية السينثيسايزنج، عملية الربط والجمع ويعني أني أوالف بين بعض الأبحاث وأقارنها بغيرها، وراح نشوف كيف إن شاء الله. طيب ننتقل الآن الستيب نمبر 4، assessing the quality of evidence. هذه طبعا مهمة جدا لأن يفترض على كل باحث أن يكون دقيق في اختيار الإيفيدنس وفي اختيار الدراسات اللي يعتمد عليها. لما أنا بكتب literature عادي it's okay لو استخدمت أي محاولة، لأن أنا أحاول يعني أقرأ تاريخ الدراسة من كل جوانب، ممكن أشير إلى أي دراسة سواء كانت ضعيفة قوية أي نوع من الدراسات لأنها راح تنفعني إن هذا قد تم عمله. لكن في السيستماتيك ريفيو أو مثلاً لما أنا أحب أدعم رأيي مثلاً في الديسكشن أو في أي شيء آخر،
أحتاج إلى شيء قوي، إلى دراسة فعلاً ممكن أني أرتكز سوري عليها. فإيش أسوي هنا؟ إيش الأشياء اللي أطالعها؟ clarity of reporting مهم في كل دراسة أنا أضمها إلى systematic review حقتي، أنه تكون الريبورتينج يكون واضح، لازم يكون دقيق، لازم يكون الأوثر honest، حيث أنه كتب بشفافية، كتب العيوب والمميزات والأشياء والصعوبات وما إلى ذلك، لأن هذا يدل على مصداقية الأدلة اللي تم الحصول عليها. أيضاً rigor of the study، الدقة، هل فعلاً دقيق؟ كتب كل شيء؟ كما لاحظنا بعض الدراسات أنا استبعدتها لأن في معلومات جداً مهمة إحصائية لم يشار إليها، فصعب كيف أنا أضمها في بحثي. أيضاً الفيدلتي، الأونستي والإيفاليويشن حق البروسس، هذه طبعاً خاصة في البرامج والإنترفنشنز، لازم يكون موجودة هذا الإيفاليويشن عشان أنا فعلاً أطمن أن تم تقييم هذه الدراسات بشكل وافي وكافي وشفاف. طيب، كيف أنا ممكن أني أقيم الدراسات من ناحية قوة الأدلة؟ يعني متى أقدر أقول أن هذه الدراسة قوية أعتمد عليها وهذه الدراسة ضعيفة ما أقدر أعتمد عليها؟ طبعاً أنا دخلت خلاص 20 عندي، وطبعاً هم يتراوحوا بين القوي وبين الأقل قوة، ما في يعني ضعيف جداً لكن بين القوي وبين الأقل قوة. قيمتهم، وصلت لمرحلة التقييم. هذا طبعاً التابل لجورارد 2014 اللي هو السوبرفايزر تبعي في الدكتوراه. فهذا يسمى بسيف بمعناه الحرفي، كأنه منخل أنخل فيه الدراسات عشان أعرف من أي دراسات فعلاً تعتبر قوية وأدلتها ممكن أعتمد عليها، وأي دراسات الأقل قوة أو الضعيفة اللي أصلاً المفروض ما أعتمد عليها. طبعاً هنا العناصر الأساسية اللي المفروض، طبعاً أنا بالنسبة لي هذا الجدول هذا شيء ذهبي أو ممكن أسميه شيء سحري، لأنه فتح عيوني وفتح لي آفاق جداً كبيرة في أني أقدر أقيم الإيفيدنس للمعروف. يعني سوري لهذه المداخلة، لكن فعلاً يعني الباحث في بداياته يقول مين أنا عشان أقيم هذه الأدلة؟ أنا يعني إنسان مبتدئ ما عندي خبرة كافية خصوصاً في الميثودولوجي والأشياء هذه، طيب كيف أنا أقيم الدراسات؟ من أقرأها لأول وهلا أشوفها ما شاء الله لا روعة ما فيها أي عيب، لا، هذه راح تفتح عيون الباحث، توريه وين المفروض تؤكل الكتف، شو الأشياء اللي لازم أنا أسلط عليها الضوء عشان أقيم الأدلة اللي يدعيها الكاتب أو الباحث. أول شيء الديزاين، سوري، أول شغلة الديزاين. طبعاً أنا حابة قبل ما أتكلم وأدخل في الأشياء الأخرى، في confusion لاحظتها عند بعض الباحثين بين الريسيرش ديزاين والريسيرش ميثودز. الريسيرش ديزاين يختلف عن الريسيرش ميثود. الميثودز هي أدوات يستخدمها الباحث من أجل تطبيق الديزاين، من أجل أطبق التصميم البحثي اللي أنا راح أستخدمه للإجابة على أسئلتي. يعني الميثودز هي جزء من الديزاين، فهما يعني ما أقدر أقول الريسيرش ديزاين هي ميثود، لا، الميثودز هي جزء من الديزاين، هي الأدوات، بينما الريسيرش ديزاين هو البلان. يعني أنا لما أبني بيت لازم يكون عندي مخطط للبيت، هذا هو الديزاين، بحيث أني مثلاً أدرس فيه التكلفة المالية، الأدوات، الأيدي البشرية، واواوا إلى كل هذا، هذا كله تحت الريسيرش ديزاين. في الأبحاث اللي إحنا نجريها الريسيرش ديزاين يتضمن الداتا، يتضمن السامبل، يتضمن اللوكيشن، يتضمن التايم فريم، يتضمن الميثودز اللي هي مثل ما قلنا جزء منها. أما الميثودز أعيدها للمرة الثانية، هي الانستريومنتس، هي الأدوات اللي أطبق فيها هذا الديزاين عشان أجاوب على أسئلتي. إن شاء الله يكون واضح الفرق.
طيب هنا أول ما أطالع الديزاين إيش أطالع في الديزاين؟ لما أطالع الديزاين مهم إنه يكون الديزاين يتناسب مع الأسئلة الريسيرش كويشن. أوكي، مهم إنه يكون يتناسب معها، إنه يكون الديزاين المستخدم في الدراسة يجاوب على الأسئلة البحثية اللي كاتبها الكاتب بطريقة جيدة. مثلاً أنا قلت لكم في البداية لأن سؤالي عن الانترفنشن وأنا أبغى أشوف المور إفكتيف، أنا استخدمت راندومايز، اخترت الراندومايز كنترول ترايلز أنها تكون أضمها في السيستماتيك ريفيو حقتي. ليش؟ لأنها هي النوع اللي بيجاوب لي على سؤالي. يعني أنا ما أقدر مثلاً أعتمد على سيرفيز أو أعتمد على انترفيوز وأقول إن هذا effective وهذا less effective. effective وless effective يحتاج إلى experimental. فالديزاينات أصلاً يعني الديزاين ممكن يكون descriptive مثل survey أو case study، ممكن يكون experimental مثل ما أنا أشرت اللي هي randomized control trial أو quasi experimental studies أو controlled experiment. ممكن يكون أيضاً ريفيو مثل اللي احنا قاعد نسويه، سيستماتيك ريفيو او ليتريتشر ريفيو عادي. ممكن يكون كورليشنال، يعني احاول اشوف الريليشن شيب بتوين ذس اند ذات. فهذا كله مو مشكله ديزاين ايش، المشكله هل يتناسب مع اسئلتي البحثيه ولا لا، هل هو الديزاين المناسب او لا. لذلك وعذرا على الاطاله بس انا احس انه مهم، لذلك في بعض الريسيرش اساسا تحتوي على اكثر من ديزاين. يعني مو شرط يكون عندي ديزاين واحد إذا كانت أسئلتي متنوعة. مثلاً أنا عندي أكثر من ديزاين، عندي longitudinal design اللي هي دراسة طولية، استخدمت داتا من Department for Education في اليو كي عشان أشوف الغياب ودرجات الطلاب خلال مراحل دراستهم الابتدائية إلين وصلوا إلى آخر مرحلة في الثانوية. فأنا هذا جزء. جزء الثاني systematic review اللي الآن أعطيكم ملخصها أو ملخص الفائدة اللي أنا حصلت عليها. عندي أيضاً جزء بسيط كان انترفيو مع التيتشرز، فأنا عندي أكثر من ديزاين لأن أسئلتي كانت مختلفة متنوعة، فيها شيء يحتاج إلى longitudinal study، فيها شيء يحتاج إلى systematic review، وفيها سؤال يحتاج إلى انترفيو. فعلى هالأساس أنا أختار الديزاين. طيب إذا كان الديزاين فعلاً قوي ويتناسب مع الأسئلة، ننتقل بعدين للسكيل. السكيل أقصد فيه السامبل أو البوبوليشن المستخدم. هل رقم السامبل أو عدد السامبل المستخدم، أو إذا كان بوبوليشن يعني بحيث أنه يغطي على مساحة كبيرة من البشر، هل هو كبير بما يكفي عشان يجاوب على هالسؤال أو لا يعتبر مرة قليل ما أقدر أعتمد عليه؟ طبعاً هنا ما في قاعدة تقول إن الرقم الفلاني هو الأفضل والرقم الفلاني هو الأقل، لكن في قاعدة تقول إني ما أقدر أقارن دراسة استخدمت 100,000 participant ودراسة استخدمت 1,000. ففي يعني مفاضلة في الموضوع، أكيد الدراسة اللي استخدمت 100,000 أو 10,000 أفضل من اللي استخدمت 1,000. فهذا بالنسبة للسكيل. بالنسبة للدروب أوت نقصد فيها الميسنج، أو هنا تسمى أتريشن. الميسنج ديتا طبعاً في الدراسات الطولية اللي تكون على مدى سنوات في الغالب يكون فيها دروب أوت في كل مرحلة من المراحل بسبب ظروف طبيعية مثل وفاة مثلاً، أو بسبب الانتقال من محل السكن وما إلى ذلك، فطبيعي. أو بعضهم خلاص يعني ما يبقوا يشتركوا في الدراسة فيصير دروب أوت فيها ميسنج. يعني فكل ما قل الميسنج والأتريشن كل ما كان أفضل. الداتا، طيب نوع الداتا المستخدمة في هذه الدراسة، هل هي داتا ستاندردايز يقصد فيها يعني إنها رسمية فورمال قام بوضعها أشخاص مؤهلين، هل هي موثوقة أو إنها لا مجرد يعني كلام شفوي أو مجرد شيء زي كذا؟
طبعا أعيد وأكرر، ما في شيء أفضل من شيء بشكل، طبعا في المصداقية أكبر من المصداقية أكيد لما يكون شيء ستاندردايز غير لما يكون مجرد كلام، لكن كل الداتا وكل الأبحاث محترمة. لكن أهم شيء هل تجاوب على السؤال البحث أو لا. وآخر شيء اللي هو العنصر اللي أطالع فيه اللي هي الثريتس. شو أقصد هنا بالثريتس؟ المقصد من الثريتس هنا هو المخاوف اللي قد تؤثر بطريق مباشر أو غير مباشر على الإيفيدنس أو على نتائج البحث اللي يدعيها الكاتب. مثل إيش؟ مثلاً selection bias، ممكن أن يكون في bias في اختيار العينة، الباحث يختار عينة مثلاً عينة موهوبين وبيجري عليهم الاختبار الفلاني، ما ينفع. ممكن أيضاً يكون repeated testing، يعني مثلاً أنا أخذت هذه العينة وأجريت عليها اختبار ثم بعد فترة أجري عليهم نفس الاختبار، طيب هم صارت عندهم خبرة سابقة. ممكن أيضاً يكون الباحث نفسه من كثر ما هو يعيد في 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 هذا في هذا البرنامج صارت عنده خبرة، فقام يعطي بشكل أفضل، يعطيهم خبرات وأشياء أكثر مما عطى في السابق، فهذا أيضاً يعتبر من المخاوف اللي ممكن تأثر على النتائج. Instrument change، ممكن مثلاً هالمرة استخدم test، المرة الثانية يستخدم observation، طيب في اختلاف بين الأدوات المستخدمة. ممكن aptitude treatment interaction، ممكن يكون في تفاعل بين الكفاءة والعلاج المستخدم، فهذا أكيد بيعطينا نتيجة أقوى، يعني ما راح تكون النتيجة مرة شفافة ومرة موضوعية. ممكن أيضاً diffusion مثل ما مكتوب هنا، diffusion يقصد فيه أن مثلاً أنا المفروض عندي يكون control group وعندي comparison group اللي راح أعطيهم التريتمنت، أوكي موجودين في نفس مثلاً البيئة اللي موجود فيها الجروب الثاني، طيب ممكن يتقابلوا في أي لحظة لو كان في مدرسة، وممكن تنتقل الخبرات فيما بينهم. فطالما الدراسة ما في أي علامة أو إيفيدنس إن حصل فيها هذه الثريتس اللي مرة ممكن تأثر على النتيجة، فدراستي قوية. في هذه الحالة أعطيها 4 star واللي هي أعلى درجة، معناتها إن الإيفيدنس مرة قوية. وهكذا بالنسبة لبقية الجدول، يعني أنا شرحت الأعلى وتأتي البقية تبعا. طبعا ممكن بعض الدراسات يكون عندها medium، مثلا يكون strong design لكن يكون عندها medium number of cases، عندها بعض الأترشن، عندها not standardized مثلا data، وفي little evidence of diffusion، أعطيها 3. فيعني هو أصعد وأنزل لين ما أشوف أنا وين هي المفروض. وطبعاً هي في النهاية تقييم على حسب هذه الأمور وخبرة الباحث وقراءاته، يعني يستفيد منها. في العادة الأفضل في التقييم إنه يشترك أكثر من شخص، عشان أكثر من رؤية أكيد بتكون أفضل من رؤية واحدة. ننتقل الآن للسينثيسيس. السينثيسيس الآن أنا بديت وجمعت 20 دراسة كما سبق ووريت وأشرت، وعندي اللي هو الجدول اللي فيه كل السماري والمعلومات اللي أنا أحتاجها. الآن أنا أرجع لهذا الجدول مرة أخرى وأقوم بعمل اللي هو السينثيسيس. السينثيسيس شو أسوي؟ أوالف بين الأشياء المشتركة وأقارنها مع الأشياء المختلفة. يعني مثلاً هنا أنا أقدر على أي قاعدة أوقف، ممكن أني مثلاً على البروتوكول هذه كاش يعني ماني وهذه كاش ماني، فأنا ممكن دولي أجمعهم وأخليهم في جروب واحد وهذا يكون جروب آخر، وهذا مثلاً ممكن يكون ماني بعد فيضاف إلى الجروب الأول، وهذا مثلاً مختلف. فبهالطريقة أنا أحول الدراسات من كونها فردية إلى groups وأسميها وأوالفها بطريقة مختلفة عن اللي هي موجودة فيه، على أسس أنا طبعاً على أي أساس؟ على الأساس اللي يخدم بحثي، على الأساس اللي جاوب لي على أسئلتي. فهنا نقرأهم بشكل سريع. Accurately reporting information from sources، وهذا اللي احنا سويناه،
using different phrases and sentences. مثل ما قلت أنا خلاص راح أوالف وأجمع وأسوي لهم أحولهم إلى مثلاً themes أو groups أو راح تكون يعني راح يكون subtitles وراح نشوف إن شاء الله أمثلة. وبعدين أسوي organizing the information clearly and concisely وهذا اللي إحنا سويناه في الجدول من قبل. ومن ثم راح أوالف بين الأشياء على أساس themes أو types أو age group أو مثلاً أسويهم categories. فمثلاً بالنسبة للبرامج حقة الحضور والغياب ممكن أنا أخليها على حسب طبعاً الموجود عندي. يعني مثلاً أنا حصلت إن مجموعة من البرامج هي حق primary school ومجموعة حق secondary school، فأنا سويتها بهالطريقة. خلاص أنا جمعتهم من كونهم كل واحدة كل دراسة الحالة إنها تكون مجموعات مجموعات، جمعت الدراسات صارت primary school intervention، خلاص هذا هو عنوانها الرئيسي وراح أتعامل معها وأكتب عنها خلاص بهذا العنوان، والأخرى راح تكون secondary school programs. أو سبق ما أشرت مثلاً إن ذولي كلهم كاش ويستخدموا فيها الماني، أما الباقي مثلاً لا بresources أخرى أو بطرق أخرى. طيب فنبدأ الآن في كيف أبدأ الأناليسيس حقي. طبعاً أنا الحين راح يعني هذا بس عشان مثال كيف الأناليسيس السينثيسيس كيف. طبعاً فأنا أول ما أبدأ قبل ما أروح للتقييم وقبل ما أبدأ أحتاج إني أسوي ديسكريبشن للستادس الموجودة. لازم يعني أوضح، صحيح أنا عندي تيبل بس ترى في العادة التيبل يصير مرة كبير، فحلو ومطلوب إني أسوي ديسكريبشن للأشياء. مو شرط أكتب كل شيء بس أكتب أغلب الأشياء المهمة اللي راح تفيدني، بحيث إني أنا أوصف ديزاين. يعني مثلاً عندي مجموعتين كما سبق وقلت، البرايمري سكول والسكندري سكول. البرايمري سكول إيش استخدموا في الديزاين؟ أنا بالنسبة لي كلهم RCTs، كلهم experimental، بس ممكن أحد آخر لا، استخدموا مثلاً RCT، استخدموا longitudinal، استخدموا كذا كذا على حسب. فأشرح الديزاين، ايضا اشرح البابليكيشن يير، اكتب يعني ان مجموعه منهم تمت في السنه الفلانيه، المجموعه الاخرى تمت في السنه الفلانيه، البابليكيشن تايب ايش انا حصلت في اللي انا ضمنتهم، مثلا كلهم كتب لا، بعض منهم كانوا بيبرز، بعض منهم كانوا ثيسز. هذه يعني بشكل عام انا قاعده الحين اتكلم ديسكريبشن بشكل عام لكل الموجود. السورس اوف داتابيس، انا شلي طلعتهم من اي داتابيسز، الكانترز من وين، من اي دول انا استخرجتهم. ايضا اسوي ديسكريبشن للسامبلز اللي انا ضمنتهم، ايش نوعيتهم. طبعا انا اتكلم الحين بشكل عام، يعني كل السامبلز خلاص انا اتعامل مع كل الدراسات كانها دراسه واحده، حولتها الى جروب واعتبرها بعدين راح نشوفها بالسينثيسيس جروب، لكن هنا في الديسكريبشن اتعامل عنها انها شيء واحد، كلها كأنها شيء واحد. إن الدراسات استخدمت سامبل مثلاً مجموعة من الطلاب اللي يعيشون تحت مثلاً خط الفقر، مجموعة من اللي عندهم إعاقات جسدية، مجموعة. فأنا أتكلم عن كل الدراسات كأنها واحد، فهذا هنا اللي systematic review. طيب أيضاً أسوي description للبروغرامز، يعني أوصف البرامج المستخدمة، كيفية طريقة تطبيقها، إيش الكوست المستخدم، المبالغ المالية المدفوعة، الأشياء الجهد، يعني أي شيء ممكن أنه يخدمني. فأسوي وصف لكل هذه الأمور، وزي ما سبق وقلت أتعامل مع العشرين كأنها واحد. طيب الحين نجي لمرحلة الـ synthesizing the evidence. الحين أنا اللي يهمني الأدلة اللي طلعت. طيب أنا الحين عندي 20 دراسة، طبعاً أكيد وأنا قسمتهم. وليش قسمهم؟ لأن هذا عشان تحليل، قسمتهم إلى مجموعتين كما سبق وقلت إنهم مثلاً primary school و secondary school. خلاص على هالأساس راح أنا أكمل في الريبورتينج حقي، راح على طول أسمي ذي المجموعة على أنها برايمري والمجموعة الثانية على أنها سكندري. طيب شو أسوي؟ يعني إيش أسوي synthesizing؟ إني أشوف the quality of evidence. أنا سبق في الـ في الـ في الستيف اللي هي هذه في الريتينج هنا، هذا راح يساعدني في إني أقيم الدراسات فيما بعد اعتماداً على العناصر هذه كلها. طيب فأنا هنا أقارن، يعني أشوف مجموعة البرايمري انترفنشنز هل الدراسات قوية،
هل الدراسات مثلا بالنسبه للديزاين وبالنسبه للسكيل و و و الى هل في ثريدز فعلا او لا. وبعدين اقوم اقارن اسوي كومبير اند كونتراست بين الايفيدنس. يعني انا الحين صار عندي مجموعتين احاول اقارنهم, البرايمري انترفنشن والسكندري انترفنشن. اوكي ممكن اني اقارن ما بينهم, وممكن طبعا هذا بس مجرد مثال. يعني مثلا بعض يقول لي طيب تختلف السكندري عن البرايمري, انا هذا مجرد مثال. انا في بحثي لا ما اخذتها بهذا المنظور, اخذتها على البروتوكول نفسه. يعني لما يكون كاش استخدموا اللي هو كاش ماني او بطريقه الحوافز, هذا اللي يعتبروا جروب. اللي مثلا استخدموا اللي هو قصدي لجأوا اللي هو الاستعانه بالوالدين, هذا يعتبر جروب. الجروب اللي هم عندهم اعاقات وعملوا لهم برامج خاصه في المدرسه, هذه تعتبر جروب. فانا استخدمت هذا البروتوكول بس عشان اسهل واسهل في الشرح, فنقول برايمري وسكندري انترفنشن عشان يكون اسهل. طبعا ممكن اني اقول برايمري وسكندري ما في اي غلط, بس انا اوضح هذه النقطه. طيب كيف؟ خلينا نشوف امثله. هنا هذا مثال حي من اللي انا استخدمته, هذا واحد جروب من الجروبات اللي انا جمعتها. فهذا الجروب طبعا برامج داخل المدرسه, يعني سكول بيست بروجرامز. فمثلا زي هذا التيبل الموجود هنا, ايش سويت؟ فانا اكتب هنا الدراسه ايش, لازم ريفرنس مهم. طيب ايش اسم على الاقل البرنامج؟ وانا اعطيته كم درجه؟ يعني ادلته كم تقريبا اعطيته؟ اعطيته 2 ستار. طيب هذا البرنامج ايش النتيجه اللي قالها؟ قال انه في اثر جيد على الحضور, لكنه قال انه ما في اثر جيد على التحصيل الدراسي. وهلم جرة. فاذا لاحظنا انا قمت اتعامل مع الدراسات على انها جروبات, ما اتعامل منها على ان كل دراسه لحالها. خلاص سواء في الديسكريبشن في الوصف او حتى في التحليل الاخر اللي هو في الستاتيك, اتعامل معها على انها جروب. هذا كما سبق وقلت هذا احد الجروبات. طيب هذا شيء. مثال اخر بشكل سريع, هنا بعد ما انا يعني سويت لها الحركه السابقه اني تعاملت على انها جروبات, ابدا اشوف الكواليتي. يعني ابدا اقارن الحين بين الدراسات, لان عشان اجاوب على سؤالي انا ابغى اشوف المور افكتيف. طيب الحين انا عندي هنا الكواليتي اوف ريسيرش. احنا نعرف ان الكواليتي تبدا من اللي هو الزيرو اقل شيء, واربعه اللي هو اكبر شيء. انا بالنسبه للدراسات تراوحت من بين 1 إلى 4. اوكي طيب اشوف كم دراسه قال ان الامباكت بوزيتيف. طبعا سوري انا ما وضحت, طبعا هذا بوزيتيف على التندنس على الحضور. اوكي كم دراسه قالت ان بوزيتيف على الحضور؟ 4 دراسات. وهذه الاربع يعني اعطيتها تقريبا يعني 1, فهي تعتبر مو ويك بس قريبه للويك اكثر من الميديوم. وأربعة قالت يعني تقريبا متساويين. يعني الدراسات اللي قالت إن في نتيجة جيدة واللي قالت إن ما في أي نتيجة تقريبا متساويين. كلها دراسات تعتبر ليست بالقوية. لكن 5 من الدراسات, طبعا هذا أتكلم الحين أنا أتكلم عنهم كلهم بشكل عام مش جروبات, 5 من الدراسات أعطيتها أنا 2, قالت إن في إمباكت جيد على الحضور, و2 قالت ان في يعني ان الامباكت ما كان فيه موجود, ما في امباكت جيد على الحضور. ذولي اعطيتهم تقريبا ميديوم, يعني بين الميديوم بين يعني ما اقدر اقول انهم ويك, ارفع من ذولي. طيب الدراسات 3 من الدراسات اللي اعطيتها 3 وواحد من الدراسات اللي اعطيتها 4 قالوا ان في بوزيتيف امباكت على الاتندنس. فمعنى هذا طبعا انا اللي يهمني هنا الدائره هذه, لان ذول اللي اعتبرهم سترونج وذول اللي راح اعتد فيهم واعتمد عليهم في كتابات في ادلتي يعني ونتائجي الدراسات القويه. فهذه هي الدراسات اللي انا راح اقول ان 3 من الدراسات اللي تعتبر يعني من ميديوم الى هاي كواليتي قالت ان في بوزيتيف امباكت, معناتها ان في امل وان البرامج الموجود يعتبر برامج فعال وما الى ذلك.
بكذا نكون خلصنا السيستماتيك ريفيو. هنا فقط شيء بسيط أحاول يعني أعطيكم فكرة عن كيفية الريبورتينج. طبعاً إحنا كما سبق وأشرت منذ البداية أن الريبورتينج المفروض يشمل كل صغيرة وكبيرة من البداية السكرينينج وحتى السينتاكس وحتى ما قبل ذلك, يعني من أول الخطوات من الكويشن إلى نهاية الريفيو. طبعاً في الريبورتينج مثل ما قلنا هو أصلاً يعني ريسيرش بحد ذاته, استادي بحد ذاته قائمة. فأنا راح أحتاج إلى انترودكشن, أحتاج باك جراوند مثل أي رسالة أنا أكتبها. عندي ريسيرش كويشنز, عندي ميثودولوجي أو نسميها بروتوكول ريفيو يشمل على الانكلوجن اكسكلوجن كرايتيريا, سيرش استراتيجي, سكرينينج, سيلكتينج أند أناليسيس. بعدين نكتب الريزلت والديسكشن. طبعا الفقره اللي وريتكم اياها هنا هذه في الديسكشن تكون, يعني هذه ريزلت والديسكشن. طيب اول شيء السكرينينج اند سيلكتينج ريزلت اللي انا وصفتها اللي كتبناها في السابق, اذكركم فيها بس بشكل سريع سوري, اللي هي هذه طبعا السكرينينج والسيلكشن ريزلت. اما اللي هي هذه الديسكريبشن, هذه ايضا ريزلت, هنا السينثيسز اللي هي هذه, وما بعدها هذه تصير في الريزلت والديسكشن ايضا. طيب فبعدها خلاص احط الكونكلوجن, ممكن احط امبليكيشن, وبكذا اكون قطيت على كل السيستماتيك ريفيو. وإن شاء الله يعني تكون واضحة ووافية. شكراً للجميع حسن الاستماع, وأتمنى أن المعلومات تكون نالت على إعجابكم واستفدتوا منها, وشكراً. الله يعطيك ألف 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 عافية دكتورة. صراحة ما أدري شلون أشكرك على المعلومات القيمة, وأنا أعتذر للأمانة المحاضرة تستحق أكثر من ساعة, يعني ظلمتك أنا للأمانة في الوقت, وإن شاء الله إن شاء الله لازم تنعاد المحاضرة وأعطيك يعني أعطيك وقت أكثر, لأن الموضوع صراحة يستاهل وموضوع قيم ومعروف, ووايد ناس صراحة طالبين مني أن نقدم هالموضوع في إيتار جروب. فمشكورة جدا جدا على إلقائك وأسلوبك, صراحة لدش القلب وينفهم طريقة سهلة وسلسة. الله يعطيك ألف عافية. الحين نبدأ وقت الأسئلة, فبليز أي حد حاب يسأل أي سؤال بس رفع الإيد رايز هاند, وإن شاء الله نبدأ واحد واحد بإذن الله. وإن شاء الله الدكتورة مشكورة تجيب على الأسئلة. يعطيك العافية دكتور. الله يعافيك. نبدأ في سمية. السلام عليكم. This is Rahmani Sumaya. I'm a PhD student from Algeria. First of all, I want to thank Dr. Haifa and Dr. Ahmed Al-Qattan for this valuable session. So my first question will be about how long it takes to make a complete such a systematic review in ordinary search. And the second question is about how to jump from systematic review in a thesis to a systematic review in a paper. I mean, how to publish this research, this systematic review. And thanks. بالنسبة للسؤال الأول, طبعا المدة الزمنية اللي تحتاجها systematic review ما في شيء اسمه يعني وقت محدد, ما أقدر أحدده, لأنه يعتمد على خبرات الباحث, يعتمد على اجتهاده في 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 عمل الشيء, على أصلا تمكنه من السكيلز الموجودة. يعني أنا شخصيا أخذت مني أكثر من سنة, وللأمانة يعني عدتها أكثر من مرة, لأنه حتى مع يعني موافقة السوبرفايزر عليها إلا أنا ما كنت راضية عنها, لأن أكيد الإنسان المبتدئ كل ما قرأ أكثر وطلع أكثر راح تتطور خبراته. يعني أي واحد جرب في الدكتوراه راح يعرف شو اللي أقصده أنا, يعني بداية المشوار غير نهاية المشوار,
فبصراحة ما في وقت محدد، لكنها تحتاج وقت. وكل ما كان الإنسان خبير أكيد راح يكون الوقت أقل، لكن ما في وقت محدد. بالنسبة لـ How to Publish، طبعاً في جورنالز خاصين أصلاً للسيستماتيك ريفيو. حالياً أنا صراحة ما يحضرني أسماء محددة، بس ممكن في جوجل يعني تشوف إيش هي المجلات اللي تعنى في السيستماتيك ريفيو، لأن صار لها يعني مجال خاص، سوق خاص في السيستماتيك ريفيوز، ممكن تتواصل معها وتحاول إنها تنشر هناك. Please, how I mean, I asked about the shape and the structure of the paper. هذا يعتمد صراحة بالنسبة للجورنال نفسها، لأن ترى من مجلة لمجلة عندهم شروط خاصة، فما في شيء محدد. يعني أنا حالياً في طور النشر، لكن يعني إلى الآن ما لقيت صراحة المجلة اللي يعني أنشر فيها، عرفتي كيف يعني؟ فأنت المفروض لما ترفعي السيستماتيك ريفيو للمجلة، أو المفروض أصلاً قبل ما أرفعها أني أقرأ في تفاصيل والطلبات والكرايتيريا اللي يحتاجوها المجلة، لأنها تختلف ترى من واحدة للأخرى. اللي أنا شفتهم ترى يعني مثلاً الكامبل كولابوريشن مثلاً السيستماتيك ريفيو، على فكرة نفس الطريقة اللي أنا سلسلت فيها في الريبورتينج وفي بحث في البحث كله في محاضرة اليوم، هم كاتبينها بهالطريقة ترى. يعني أنا كان هم القاعدة اللي أنا مشيت عليها صراحة. ما شاء الله، بارك الله فيك. العفو. الله يعطيك العافية دكتورة. وهم بعد أحب أضيف يعني systematic review يختلف من موضوع لموضوع، مثلا أنا في الأكاونتينج، أنت في الإدوكيشن، وهلما جرى في المجالات الثانية. فأعتقد إذا كل واحد مثل أنا في الأكاونتينج أشوف أي أحد نشر في نفس المجال مثل الأكاونتينج، ونشر في المجلة الفلانية في الأكاونتينج، فهذه فرصة إنهم بعد تقدمون يعني البيبرز في السيستماتيك ريفيو، أكيد في مواضيع مختلفة على نفس المجلة، ونفس الشيء في المجالات الثانية. زبير أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام. Can you hear me? Yes, we can. I have a question that I have conducted systematic review and 30 studies initially I found, but after the screening and eligibility, only 3 studies of Web of Science and Scopus were similar to my scope. After that, I further studied in other database like Emerald and others. So I found overall 8 studies, but it is only 3,700 words. So is it sufficient for the publication or not? This question, I don't think that I could answer it, because it is according to the journal itself. They have a limitation of words or words account that they need. But as I know, it is like 8,000. This is what I know, but maybe it will be different from one topic to another, from one journal to another. I don't know. But to have like 8 studies, it's fine. I said that at the beginning, that even 10 or less than 10, it's okay for systematic review. It's like that anyway. I hope you will find that answer for your question. Okay, thank you. Thank you, Jazakum. Thank you, Zubair. Ahmed. أحمد عبد القيوم. مو سامعينك يا أحمد. أحمد الصوت مو طالع ترى، الصوت مو ما في صوت، مو سامعينك.
عدنان. عدنان عبد الله. عدنان عبد الله المايك ميوت، بس لو تشيل الميوت عشان نقدر نسمعك. بعد عدنان قصي صالح. السلام عليكم. عليكم السلام. شكرا لكم على هذه المحاضرة القيمة. الله يحفظك. وأجه سؤالي للدكتورة، عندي سؤالين بصراحة. أول سؤال بالنسبة للريسيرش كويستشن، أنا كيف أصيغ هذا الريسيرش كويستشن؟ يعني ما ممكن مثلا أنا لما أختار موضوع مباشرة أن نضع له ريسيرش كويستشن، هل الأفضل أن أقرأ في ريفيو معينة بهذا الموضوع أو أقرأ عدد من البحوث بعد ذلك أكون فكرة من أجل وضع هذا الريسيرش كويستشن؟ والسؤال الثاني، لما يكون عندي موضوع حديث، موضوع جديد الآن مطروح، خلينا نتكلم مثلا على سبيل المثال يكون مثلا 5G، طيب ما هذا الموضوع مثلا ممكن لا يجري عليه أو حوله عدد كبير من البحوث أو البيبرات، فكيف بهالحالة؟ هل ممكن أن أعمل كذلك سيستماتيك ريفيو عنه أو غير ممكن هذا الشيء؟ وشكرا. طبعا بالنسبة للسؤال الأول، بالنسبة للريسيرش كويستشنز أكيد لازم نقرأ ونشوف الأبحاث السابقة وكيف ساقوا أسئلتهم، وشوي نقرأ في الميثودولوجي شيء بسيط، وفي بعض الكتب الخاصة أصلا How to write your question يعني جدا مفيدة ومبسطة. للأسف الشديد حاليا أنا يعني ما يحضرني اسم كتاب، بس ممكن لو تراسلني على الإيميل أرسل لك اللي هو اسم الكتاب، وإن شاء الله تستفيد منه لأنه جدا بسيط وon the point. هذا بالنسبة للresearch question. بالنسبة للsystematic review طبعا إذا شيء جديد وأساسا ما في عليه literature ما أقدر أسوي systematic review على، يعني أسويها على إيش؟ ما في مادة أصلا عشان أشتغل عليها. وشكرا. شكرا للدكتورة، وإن شاء الله نحاول نتواصل أو حتى في سبيل ممكن حصل هذا الكتاب يعني أو عن طريق الدكتور أحمد يعني إذا ممكن أيضا. وشكرا لك. إن شاء الله. شكرا. أخوي عدنان موجود؟ إبراهيم؟ السلام عليكم. عليكم السلام. Thank you Dr. Haysa for this very nice review for the systematic review. I have just two short questions. One of them is we know that systematic review, the next is meta-analysis. I mean, is the planning or strategy of the work differ if I am planning to go for meta-analysis from the beginning, or it is depend on the researcher? So he will start with the systematic if he want to go for meta-analysis or no. This is the first question. The second one, do you recommend for new researchers? You know that systematic review, he need to appraise the and evaluate the studies. So a new researcher, I think it is somehow difficult. Do you recommend for him to start with the meta-analysis, a story systematic review, or you recommend to start for another studies then to go for the meta-analysis? Thank you. بالنسبة للmeta-analysis طبعا هو الmeta-analysis هي مرحلة ما بعد systematic review، فيفترض أني أسوي systematic review وأرقى فيها إلى meta-analysis. أنا شخصياً ما عملت الميتا أناليسيس، ذكرت بشكل سريع الأسباب، لأن الدراسات اللي أنا ضمنتها عندي أساساً فيها اختلافات، وطبعاً هو في يعني في أرجيومنت مرة كبير على الميتا أناليسيس، متى ممكن إن إحنا نعمل ميتا أناليسيس ومتى ما نعمل، لكن أكيد إنه لازم في سيستماتيك ريفيو قبل الميتا أناليسيس، هذا حسب معلوماتي طبعاً.
بالنسبة if I recommend systematic review أو لا خصوصا للباحثين الجدد راح أقول لكم ستوري مرة بسيطة عن نفسي. طبعا ما أخجل إني أقولها أبدا. أنا أول ما بدأت الدكتوراه السوبرفايزر كده قال لي أنت سوي systematic review عن the school attendance intervention كده صدمة. أنا ما أعرف يعني إيش systematic review ولا سبق إني سمعت حتى عن الاسم نفسه. فاضطرت إني أبحث وأسأل وحتى بعض الأصدقاء قالوا لي أول مرة نسمع في الشيء. بحثت ويعني في الأمر وقلت لكم أخذ مني تقريبا سنة عشان أفهم وعشان أكتب وعشان أسوي. كان في البداية مثل ما تكرم الضيف أنه صعب, أنا باحث جديد ما عندي معلومات لا عن الميثودولوجي ولا عن كيف أقيم دراسة ولا كيف أعمل الشيء الفلاني ولا الفلاني. كان بالنسبة لي سنة 2014 في الصيف هذا كان حلم أني بس أعرف الميثودولوجي وبس أعرف كيف أقيم الإيفيدنس. والحمد لله رب العالمين صارت 2019 أنا كتبت بحثي كامل وعملت السيستماتيك ريفيو. يعني بالعكس جميل إن الباحث الجديد يبدأ في السيستماتيك ريفيو يتعلم كيف يسوي السيستماتيك ريفيو. أصلاً أنا أنصح حتى اللي ما يسوي السيستماتيك يسوي ليترتشر عادي إنه يعني يحاول يستفيد من مثلا كيفية تقييم الدراسات أو كيفية تقييم الإيفيدنس وكيف تعمل السيستماتيك ريفيو عشان لما يكتب الأرجيومنت يكون يعني واقف على شيء صلب. فبالعكس شيء جميل, إحنا نتعلم من الصفر وإن شاء الله نرقى. فأنا يعني أنصح الكل إنه يتعلم إن شاء الله. Thank you. شكرا دكتورة, الله يعطيك العافية. عمار العوض السلام عليكم. عليكم السلام. Can you hear me? Yes, we can. Okay. شكرا دكتور رحمان, شكرا دكتورة هيفاء على البرزنتيشن. واضح انهم اثر عليك حتى بطريقه البرزنتيشن بالسيستميك يعني وظهرنا انطبع عليك على الحياه كامل ان شاء الله. الله يوفقك. سؤال سريع دكتورة. انت قلت ان سويت ايفالويشن للدراسات وصار عندك ستار 4 ستار 3 و 2 1. انت في النهايه حتاخذين كل الدراسات هذه وتستشهدين فيهم as evidence, يعني شو الهدف من الايفالويشن اللي انت عملتيه من الدراسات؟ هذا سؤالي, شكرا. الهدف طبعا عشان انا لما اجاوب على سؤالي, لما اقول الحين انا سؤالي اي البرامج اللي اهتمت بتعزيز حضور الطلاب في المدارس اثرت عليهم ايجابا في نتيجتهم أو تحصيلهم الدراسي. طبعاً أنا راح أعتمد على أي دراسات, راح أعتمد على الريزلت والإيفيدنس اللي طلعت من الدراسات الأقوى. يعني ما يمكن أنا أبني إجابتي على دراسات ضعيفة جداً, يعني راح تحسب علي ليميتيشن. فعلاً هي لو كان هي بس الموجودة ممكن أشير لها وأقولها أن هذا جزء من الليميتيشن تبعي, لكن في العادة الإيفيدنس الأقوى هي الإيفيدنس الصلبة, هي الإيفيدنس اللي أنا أقدر أكتب عنها بكل ثقة. فمهم أني أنا أعتمد على هذه الدراسات, وعشان حتى لما حد يسألني شمعنى هذه الدراسة أنت حسي يعني ليش عطيتيها أنها قوية, ليش أنا عندي أسباب يعني أقدر أقولهم عشان الديزاين عشان الكويشن عشان الداتا و و و فهذا هو السبب. شكرا يا أخي. شكرا عثمان محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. أشكر الدكتور, أشكر الدكتور أحمد على هذه المحاضرة القيمة. الحقيقة أنا انضميت مؤخراً لكن الموضوع هذا قرأت عنه كثيراً وما خرجت برؤية واضحة. الحمد لله الدكتور وضحته بشكل جيد وممتاز. فقط عندي بعض الأسئلة اللي كنت سألها جاوبها سألوها الأخوة اللي قدامي. فقط بس بعض الدراسات اللي ممكن أطبق عليها السيستماتيك ريفيو بس منشورة في مجلات غير محكمة وقد تكون في بعض النتائج اللي فيها ما هي مضبوطة. هل أقدر أضمنها في السيستماتيك ريفيو؟ وما هو الحد الأدنى للدراسات مثلاً بعد الفلتر والعربلة الدراسات بقيت خمس دراسات, هل هذه تنفع أن يعمل عليها سيستماتيك ريفيو؟ شكراً جزيلاً لكم.
طبعاً بالنسبة للسؤال الأول، أنا أشرت في السلايدات إنه حتى الجراي ليترتشر ممكن يدخل في السيستماتيك ريفيو، يعني حتى الشيء الغير منشور، حتى النيوز بيبر، حتى المجازينز، أي شيء ممكن. وأنا راح أشي يعني، والكاتب راح يشير إنه هذا أنا أخذته من المصدر الفلاني والمصدر الفلاني، لأن السيستماتيك ريفيو هي محاولة للملمة كل الإيفيدنس الموجودة. أهم شيء إنه يكون يعني لما قيمت الإيفيدنس حقتها أنها أشياء قوية، يعني مثلاً مستخدم بارتيسبنت مثلاً عدده كبير، ما عنده ليميتيشن، ما عنده أشياء زي كذا، خلاص أنا عندي يعني أسبابي، عندي يعني كيف الجاستيفيكيشن لاستخدامها، بس عادي ممكن أستخدم أي شيء في السيستماتيك ريفيو. بالنسبة للحد الأدنى طبعاً هي 5 قليلة، بس عادي ممكن ترى في السيستماتيك ريفيو حتى 10، أقل من 10، 5 أتوقعها it's okay، إذا خلاص هذا الحد يعني اللي قدر الواحد يتوصل له مو مشكلة، go ahead. شكرا جزيلا. شكرا عثمان. عدنان، سوري محمد. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يعطيكم العافيه ويعطي العافيه الدكتوره، شكرا يعني على يعني المحاضره القيمه. في عندي سؤال، هو الغرض يعني من اي literature review يعني كباحث انه الواحد خصوصا يعني طلاب الدراسات العليا، بتكلم عن الدكتوراه، انه الوصول لل knowledge gap اللي هو اصلا يعني without it you do not have a research. So ما ادري الدكتوره لو تعرج يعني كيف ممكن انه انا اوصل لهذه النقطه في systematic review. حقيقه يعني فعلا صادق يعني في هذا الموضوع، ان شاء الله الديفنس حقي في بعد شهر، ف واحده من البيبر اللي كنا بننشرها ويتبع جامعه اليو اف يونيفرسيتي اوف فلوريدا، أنا طالب دكتوراه في جامعة الـ USF University of South Florida Forensic Accounting. كانت واحد من البيبر قال الدكتور أنه الآن هالمجلة تحولت ولا عاد تقبل إلا الـ يعني الـ ما عاد تقبل الـ Systematic Review. فكان فعلياً شيء جديد علي وما ما يعني ما قدرت أن أسويه، وكان الوقت فأخرته إلى يعني ما قبل التخرج وبدأنا فيه، بس المجلة قوية وتحولت فعلياً، هو ترند يعني الآن. لكن السؤال إنه للباحث العادي كيف يستطيع إنه يوصل للknowledge gap في systematic review؟ وشكرا. طبعاً knowledge gap موجودة أكيد، ويعني مو صعب إنها توجد، لأن أصلاً يعني أي باحث راح يعني يفهم اللي أقصده، إنه أصلاً ما في بحث كامل، ما في دراسة كاملة، لازم في limitation من هنا ومن هناك. فنفس الشيء بالنسبة للsystematic review، أساساً ممكن أني أطلعها مثلاً أنا تطلع الجاب من البداية، ليش أنا ناوي أسوي systematic review في المجال هذا، شو الجاب اللي أنا من خلال أني أشوف systematic reviews اللي سبقتني في مجالي وأشوف إيش النواقص اللي فيها، فهذا الجاب. يعني إن كل مثلاً بالنسبة لي أنا شخصياً، كل السيستماتيك ريفيوز اللي عملوا على هذه الانترفيشن حقة الحضور كلها فيها يعني فيها عيوب وفيها نواقص، وأشاروا إن إلى الآن ما شافوا برنامج فعلاً فعال ونتائجه دائمة، فهذا كافي إني أنا أسوي السيستماتيك ريفيو. هذا الجاب، ليش أسوي السيستماتيك ريفيو، يعني السبب الجاستيفيكيشن. وحتى لما تنتهي عمل السيستماتيك ريفيو أصلاً راح تشوف ان انت عندك ليميتيشن وفي المفروض شخص يجي ويكمله، فهذه هي الريسيرش يعني. فالسيستماتيك ريفيو زي اي ريسيرش ثاني، ما تفرق عنه في شيء. which stage يعني انت تطرقتي الى 4 ستيج، يعني وين الستيج اللي ممكن الواحد يقول في هالمرحله انا ممكن اكتشف النولج جاب، يعني اقدر اوصل لها في مرحله سكرينينج والسيرشينج من بدايه ثاني. سوري بس شوف، في البدايه حين انا مش هو لما اجي بسوي ريبورتينج راح يكون عندي ريسير، يعني راح يكون كاني قاعده اكتب بحث كامل. ففي الانترودكشن اوكي او مثلا في الباك جراوند
لما أكتب مثلا أنه في systematic reviews تم عملها في المجال الفلاني مثل كذا وكذا وأجيب limitation حقتها، بعدين أنا أتكلم يعني في البداية في الباك جراوند أو في الانترودكشن، فأنا أقول أن عشان أنه في هذا الجاب هذا justification لنفسي أني راح أعمل أيضا systematic review أتأكد من اللي قد وجد، وممكن يكون شيء مستحدث ما ضموا السابقين. صحيح، كلام جميل ويعطيك العافية. هو بس في الليتر ريفيو العادي إن الواحد يستعرض حتى يوصل للنهاية ويبدأ مثلا يعني على قولهم يضرب في الميثود، يضرب في مثلا في السيمبل، يضرب whatever حتى يوصل يقول إنه أنا هذا المنطق يعني أو هذا الميثود أو كذا ما حتطرق له، بس كان هذا توضيح في أي ستيج يعني كذا. It's just wondering يعني. أيوة. شكرا لك، يعطيك العافية دكتورة هيفاء، محاضرة قيمة والله، وشكرا موصول للدكتور أحمد. حياك الله أخوي محمد، وإن شاء الله نفرح فيك قريب إن شاء الله وتصير دكتور بإذن الله وتعدي المناقشة على خير، الله يوفقك. عثمان أهلا وسهلا، أنا قصيت قبل شوية ومر علي الله أحضرك، تسلم يا دكتور أحمد. عدنان عبد الله، تمام دكتورة، بس لو تروحين عند الـ Q&A في سؤال لا خلاص أوكي، تروحين عند الـ Q&A في 7 أسئلة، أول واحد حق ياسمين: Concerning the literature review, is it necessary to find the gap in each research work? لو سمحت دكتور قصدك في الشات يعني؟ لا مو في الشات، في Q&A تحت. ماني شايفتها. أوكي 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 شفتها. أيوة. أول سؤال حق ياسمين بن زيدة. أيوة. Concerning the literature review, is it necessary to find the gap in each research work? طبعاً المفروض، لأن في الوصف لما توصف، لما بعدين لما يسوي synthesis طبيعي إنه كل study أنا راح أتكلم عنها أكيد راح أكتب limitation حقتها على أساس إني أنا لما أقيم evidence كيف أقول هذه قوية وهذه ضعيفة وما أعرف إيش، لازم طبعاً الجميع. ويعني واصلا يعني هي راح تكون ممكن اقل من 20 وحده، او يعني هي مش شغل سهل، بس انه لا لازم كل الموجود يعني يسوى لك اللي هو ديسكريبتيف اناليسيس وكذلك نسوي له سينثيسيس. ايوه لازم. Is systematic review without methodology or data analysis? No, of course not. Systematic review research كامل. أنا منذ البداية قلت إن مطالب الباحث إنه يكتب الميثودولوجي، وأنا قلت عنه حتى في الريبورتينج، يكتب كل شيء من البداية من الكرايتيريا والسكرينينج، كل الخطوات لابد إنها ترصد، فنحتاج إلى ميثودولوجي وداتا أناليسيس. أيوة. يمكن دكتورة هيفا زرتاج يقصد إن البحث نفسه هل يكون يعني مثل البحوث العملية اللي فيها داتا واناليسز وفايندينج وهالأمور، ما يقصد بالليترتشر ريفيو أو السيستماتيك ريفيو طريقتها، لا أقصد البيبر نفسها هل فيها داتا اناليسز؟ هي فيها داتا اناليسز، هذه المعلومات، هذا السمري اللي أنا طلعتها من الدراسات، هذه الداتا حقتي. الاناليسيس حقي هو الديسكريبتيف اللي انا قمت بعمله والسينثيسيس اللي سويته والمقارنات والجداول اذا تتذكرون، هذا يعتبر انا داتا اناليسيس. يعني هي مو ارقام صحيح. ايوه ايوه اي لكن تختلف طريقتها طبعا. ايوه تختلف شوي، انها وصفيه، ان حتى لو فيها ارقام لكن مش زي الداتا العاديه يعني اللي فيها يعني الاناليتيكال تكون مره واضحه واحصائيات، لا تختلف شوي.
يعني مو نفس اللي نستخدم فيها SPSS وستاتا او اللي تكون فيها انترفيوز وسيرفيز. تختلف طريقه السيستماتيك ريفيو, تختلف اختلاف كلي عن الامبيريكال ريسيرش. ايوه طبعا انا صراحه للامانه ما اعرف اذا في الحين يعني بعض التست اللي وضعت خاصه في السيستماتيك ريفيو, انا ما جربت للامانه, ممكن يعني يكون في شيء مستحدث, الله اعلم. يعطيك العافيه. سؤال ياسمينه. ما الاعتماد الابلكيشن كان رسل. اوكي يس يس ذي كان. انا education, انا من الهيومن ساينس, فممكن طبعا ايوه ممكن نستخدم systematic review. طيب الاعتماد على application في طريقة البحث, ما فهمت السؤال بالضبط. يمكن قصدها تقصد تستخدمين برنامج معين للبحث حق مثلا بيبر, تشوفين بيبر, او في عندك برنامج تستخدمينه؟ لا والله صراحة انا استخدمت الداتابيسز اللي عرضتها, وكذلك اخذت من جوجل العادي وجوجل سكالر وبعض الاشياء من النيوز بيبرز ومن الثيسز, فيعني ما كان في ابلكيشن محدد. لا طيب انا حاب اشارك بس بشغله يمكن تفيد الموجودين. ثانية واحدة. في برنامج اسمه, بكتب اسمه هني, اسمه publish or perish. هذا البرنامج قاعد احاول اشغله بس ثانيه واحده اعطيكم فكره صغيره عنه. تكتبون اي موضوع, ثانيه واحده ان شاء الله يشتغل الحين دقيقه. أتمنى واضح الشاشة. هذا هو البرنامج. تختارون جوجل سكولر. الموضوع هني تكتبون التايتل وورد, خلنا نقول أي موضوع مثل ما قالت لكم الدكتورة وطريقة البحث اللي أنت قلتيها في identifying the keywords اللي عرفتيها. خلنا نقول مثلا أنا واحد من المواضيع اللي بالأكاونتينج corporate governance for example, وسويت سيرش. طبعا ياخذ وقت شوي ويطلع كل الابحاث وكل البيبرز اللي موجوده. طبعا احنا مثل ما قالت الدكتوره في يعني اكثر من وسيله, مثلا الداتابيس اللي تعطيها الجامعه وجوجل سكولر ريسيرش جيت واكاديميا واذر ويب سايت, بس هذا نفس الشيء, هذا يطلع كل شيء. ولكن مثلا ممكن يكون في بحث مهم موجود في صفحة رقم 90, فهذا يعني طبعاً راح يطول. خلينا نفترض الحين وقفنا هنا عند 89 بيبر, أروح عند السايتيشن هنا أطق عليها طقة واحدة, هنا يطلع لي الأهمية. أول واحد هنا 21 أو خلينا نقول تقريباً 22 ألف سايتيشن, فهذا يعتبر من الأبحاث المهمة. وهلما جربت ثاني 9000 8000, فهذه الابحاث كلها ماخذ اعلى سايتيشن. طيب انا بعرف احدث الابحاث مكان النير, بس نطق طقه واحده تمام ويطلعوا لي الابحاث مثلا الجديده هنا مثلا 2018 في هذا الموضوع. طبعا اذا كل ما كملت الموضوع اخذناه بالتحديد كل ما كان اقل, وكان الـ يعني السيرش يكون محدد أكثر وأفضل. حبيت أشارككم بس بالموضوع.
السؤال الثاني دكتورة حق أروى. Is the chart in slide number 12 should be included in the research or only for the author? السلايد هذه أساساً تتضمن نتائج الايدنتيفيكيشن والسكرينينج. لا، هذه ضروري تكون موجودة في النتائج، في قسم النتائج اللي في السيستماتيك ريفيو لازم تكون موجودة هذه اللي هي الشارت. إذا كانت تقصد البريزما اللي فيها الأعداد. تمام، عندنا سؤال حق بوثينة. بوثينة عندك سؤال؟ السلام عليكم، شكرا جزيلا على المحاضرة واستفدنا منها. سؤالي وانا حطيته in the Q&A، how did you deal with all these studies that you had like 10,000 studies at the beginning? How did you save them? Where did you put them? It's just the practical issue about doing literature review, structured review. شكرا. إن كنت فهمت سؤالك، فالشارت اللي حطيتها عن الشغل اللي أنا سويته هي توضح لي أنا شنو قمت فيه بالأساس. طبعاً أنا طلعت لي 10,000 وشيء، بعدين أنا سويت شلت الدوبليكيشنز، لأن هذا يعني هذه أصلاً موجودة في الإند نوت سهلة، بس أحط كليك على دوبليكيتس وتبين لي وياها وأشيل الدوبليكيتس. بعدين سويت ريفاين أصلاً في الداتا بيسز نفسها في الصفحات اللي أنا أبحث فيها، بحيث إني اخترت اللغة واخترت النوع اللي أبغاه، اخترت الأيج جروب وأشياء هذه أنا كانت واضحة يعني في السلايد. فقل عندي العدد إلى أن وصل إلى 244. عاد في مرحلة 244 خلاص، وطبعاً حتى قبل 244 يعني أنا كان في أيضاً في مثل السكيم للتايتلز بشكل عام، لكن 244 خلاص أنا قمت أسوي سكيم للتايتلز وأيضاً للأبستراكت، وهذا مجرى لما ما وصلت للعشرين يعني 200 وشيء مقدور أني أنا أطالع التايتلز، مو صعب يعني. فبهذه الطريقة، ومن ثم لما قلوا بعد قمت أطالع اللي هو الأبستراكت لين ما توصلت إلى 28 دراسة. بعدها اكتشفت أن 8 منهم أصلاً يعني ما يستوفوا الشروط، فبقت عندي 20 للنهاية. ممكن أتابع السؤال؟ أيوة طبعا. شكرا. هو سؤالي مثلا إنه طلعوا مثلا on the screen 10,000 دراسة. أيوة. بعدها you exported them to the end note، ولا كيف عملتي بالدراسات اللي طلعت؟ يعني for the next step to do screen. أيوة. You should have all the titles in front of you، صح؟ أيوة صح. أنا صراحة عن نفسي أخذتها كلها، يعني هذا العدد الهائل أخذتها كلها في الاند نوت عشان أطلع ولكتس وعشان عرفتي. أيوة أنا عن نفسي أيوة قمت بهذا العمل. وبعدين مريتي عليهم one by one and you read them and you saw. لا، العشرة آلاف طبعا هي طلعت لي كبداية 10,500 وشيء. أنا سويت refine، قلوا شوية، حطيتهم في الإد نوت، شفت فيهم duplicates وشلتهم، كان العدد مش كثير طبعا duplicates. بعدها يعني طلع عدد كبير منهم لما سويت الريفاين، أصلاً خلاص بقوا بس 200 وشيء. 200 هم اللي أنا بدأت أسوي سكرينينج حق التايتل والأبستراكت. عفواً، بس الريفاينينج كيف عملتي؟ الريفاينينج مثل ما أنا أشرت على في الويب بيج اللي الداتابيس حق الإبسكو هوست. يكون عادةً في كل داتابيس يكون في على جهة اليسار أو ممكن مثل هذا الأوبسكو في خيارات، فعلى أساسها أنا مثلاً أختار أبغى بس بوكسز، مثلاً أحتاج الجورنال أرتيكلز، أحدد السنوات اللي من السنة الفلانية للسنة الفلانية، اللانجويج أختارها مثلاً إذا أنا أبغاها إنجليش، أي شيء. طبعاً هو راح يكون خيارات مرة كثيرة أنت تختاري منها، وعلى أساسها راح تتقلص لين ما توصل للرقم يعني اللي خلاص. أوكي، مشكورة جداً، لأنه النت قطع عندي وأنتي بمرحلة الإبسكو and باين ريفاينج. شكراً جزيلاً. شكراً. إيمان. السلام عليكم.
عليكم السلام. السلام عليكم، شكرا دكتورة هيفا دكتور أحمد. سؤالي هو الدكتورة هيفا، ما هي المجالات التي يمكن أن نستخدم فيها systematic review، وما هو الفرق بين systematic review وliteratural review؟ شكرا. بالنسبة للمجلات صراحة ما يحضرنا الحين أسماء معينة، لكن من السهل أن أشوف المجلات اللي في تخصص، يعني مثلاً education، أشوف المجلات اللي تتخصص في natural education، أشوف المجلات اللي تتخصص في أي، يعني على حسب مجالك أنت. لما تفتحي الصفحة الأساسية لهم أو تشوفي مثلاً publications، راح تشوفي في الشروط وفي الأشياء هم يقولوا لك إحنا يعني نختص في نشر كذا وكذا في العادة يعني، فراح تشوفي إن من ضمنهم ممكن يكون systematic review، فهي عدد هائل يعني أنا ما أقدر أحصره، وحاليا ما يعني ما عندي اسم محدد ممكن أنشر فيه. هذا بالنسبة للمجلات. أستاذة أنا لا أقصد يعني لا أقصد المجالات، أقصد تخصصات، يعني أي تخصص هو أنسب لعمل السيستماتيك ريفيو. كل التخصص ممكن، حاليا كل التخصصات عندها هذا التوجه، يعني في السابق كانت مقتصر على الساينس وعلى الميديكال ثينكس، الحين لا، سوشيال ساينسز، الادوكيشن، كل الاكاونتينج، كلهم قاموا يسووا سيستماتيك ريفيو، فما في اي اشكال ممكن اي تخصص يقوم في السيستماتيك ريفيو. الفرق بين السيستماتيك ريفيو والليترتشر ريفيو انا شرحته بشكل مفصل، بس يمكن انت ما كنت موجوده. الليترتشر ريفيو العادي ما عندي أسئلة أحتاج إني أجاوبها، ممكن أقتصر على داتابيس واحدة، على محرك بحث واحد، عدد البيبرز اللي أضمها أقل شيء 150، ممكن أقل ممكن أكثر طبعاً، بس إنه يكون عددها مرة كبير. ممكن أستخدم الكونكلوجن من تبع الأوثر وخلاص، هذه الليترتشر العادي. لكن السيستماتيك ريفيو لا، هي بحث بحد ذاته، في أسئلة خاصة لازم أنا أسوي لها فورماتنج من البداية، أسوي فورم كويشنز، يكون عندي أيضاً البحث يكون في أكبر عدد ممكن من الداتا بيسز اللي مختصة في مجالي، أيضاً لازم تقريباً العدد الدراسات اللي ممكن أضمها في العادة ما تتجاوز 50، في العادة هي أقل أصلاً، ممكن يقوم بها أكثر من باحث، يعني هذا شيء جيد. أيضاً أنا مطالبة في أني أدون كل مراحل البحث من البداية إلى النهاية كأي بحث آخر، هذا الفرق. يعني الليترشر العادي أنت كل هالأمور مو محتاجة لها. شكراً أستاذ، شكراً. شكراً إيمان، شكراً دكتورة. نرجع حق الـ Q&A. جابرة مجدوب، استخدمت مجموعة من الدراسات السابقة وأغلبها حجم العينة يتراوح بين 2000-4000، لكن في دراستي كان حجم العينة 30، علما أن الدراسة تتعلق بالمشاريع الصغيرة والكبيرة. طيب ما أدري وين السؤال، يعني تمام مو واضح. نعم مو واضح. أسامة، قواعد عامة متوفرة من قبل وزارة التعليم الرياضي ممكن توضح لنا كيفية الوصول؟ بصراحة يعني أنا الجامعة هي كانت موفرة هذا الشيء من خلال المكتبة، فما أعرف صراحة، أتوقع أنها يعني من خلال ممكن مبالغ مالية ممكن تدفع وأدخل القواعد البيانات هذه، لأن الجامعات في العادة توفرها فري لطلبة الدكتوراه. لكن أنا جربت الحين بعد ما خلصت أدخل على الإبسكو، في يدفع من أجل أني أوصل لهذه، طبعاً ممكن من خلال جوجل أو أي محرك أدخل أكتب إبسكو أو أي واحد منهم، لكن راح تشوف أنه في تسجيل وفي أشياء، وأتوقع أنه في مبلغ مادي لازم أدفعه عشان أقدر أستخدم البيانات الموجودة أو الداتا الموجودة. بسمة، أتوقع جاوبتي على هذا السؤال أكثر من مرة، الفرق بين review article و systematic review. أيوة. أسامة، أتوقع هذا نفسه ولا؟
فيها بيانات نصف مليون طالب بريطاني. اتوقع نفس السؤال قبل شوي جاوبت عليه دكتور تكملت هذا مو جاوبت عليه انت. رفيق systematic review is high level review focused on answering research questions to the conservatory which to ask. وصح هذا تعريف السيستماتيك ريفيو يعني هذا ديفينيشن للسيستماتيك ريفيو. ايوه صح. الاكسكلوجن اللي هنا اللي اقصد فيه يعني الدراسات اللي راح استثنيها ما راح اضمها في درا في 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 في, في السيستماتيك ريفيو. الانكلوجن هي العكس هو الدراسات اللي راح ادخلها في بحثي. اما الاكسكلوجن هي الاشياء اللي راح استبعدها اقصد فيها استبعاد. جاوبتي عليه توه نفس الشخص. معايير الاكسكلوجن معايير الاكسكلوجن هي العكس يعني مثلا انا لما يكون عندي معايير الانكلوجن عكس راح يكون اكسكلوجن. يعني انا لو قلت انا ابغى اضم الار سي تيز بس الدراسات الراندومايز كنترول ترايلز اي نوع اخر هذا اعتبره معيار للاكسكلوجن. فالعكس تماما في معايير الاكسكلوجن. صالح Can we use EndNote application for database? Yes. EndNote جدا برنامج يعني كويس. أنا جربته شخصيا أحفظ فيه الدراسات وممكن يطلع لي duplicates. ممكن يعني حتى أكتب summary وأحفظه في نفس البرنامج. EndNote أيوة كويس أنصح فيه. How to get this lecture recorded دكتور أحمد ممكن يجاوبكم. أنا حطيته كذا مرة في الشات وراح أحطه مرة ثانية مو مشكلة. دكتورة في سؤال فوقه حق صالح كيف نحدد كلمات المفتاحية في الأبحاث العلمية مثل الخلايا الشمسية لأنه يتطلب منك من تحديد المادة بعدين تحضير بعدين تطبيق كيف نختار الكلمات المفتاحية هنا؟ يعني كلمات المفتاحية بشكل عام أنا من وين أجيبها؟ أجيبها من سؤالي. سؤال البحث في themes في أكثر من فكرة كل فكرة منهم مثل ما أنا سويت قسمتها إلى 4 أفكار رئيسية حاولت أجيب الكلمات ومراداتها. طبعاً ممكن أستعين في الموظف اللي في المكتبة أو ممكن أستعين حتى في أي أحد آخر إنه يعني ممكن يقترح علي أو مثلاً من جوجل مثلاً أكتب الكلمة وأحاول أطلع مراداتها. فمن يعني هذا هي الأساس السؤال البحث هو الأساس اللي على أساسه أنا أعتمد وأطلع الكلمات. رفيق هذا جاوبنا عليه. أيوة. هدى هل ألاقي الجاب في كل بحث وأعرف إيش النقص في الريكومنديشن فردر ورك في نهاية البحث أو في طريقة أخرى؟ طبعا هذه طريقة يعني سهلة من الريكومنديشن أو من الليميتيشن بعضهم يكتبوه في البحث فخلاص أعرف الجاب ويكون سهل. في بعضهم ما يكتبوه يعني بعض الأبحاث ما تكتب اللي هو الليميتيشن فأنا أطلعها من إذا تتذكروا الجدول اللي حطيته عن الديزاين والسكيل وهالأشياء وعلى أساسها يعني أنا بصراحة أنا من تجربتي أنا الليميتيشن توجد في الميثودولوجي. يعني أنا بدايتي ما كنت كذا بس لما بعدين صراحة تعلمت وقرأت فصرت أروح للميثودولوجي على طول. إذا ما شفت شيء مكتوب الليميتيشن ولا شيء مكتوب في الفردر ورك والريكومنديشن أروح للميثودولوجي لأن راح تكون العيوب هناك أكيد. مثلاً حجم العينة يكون صغير، مثلاً مستخدم نوع من الأناليسز ما يتناسب أساساً مع الداتا الموجودة، مثلاً يكون في ميسنج داتا مرة كبير. هذا أحياناً بعضهم حتى ما يقولوا إنه في ميسنج داتا عشان ما يعني يشوه الصورة، فلكن ممكن أنا أكتشفها بالجداول الموجودة الإحصائية، أشوف كيف بدأ وكيف ختم، فأعرف إن هذا أصلاً في ميسنج داتا مرة كبير. فهذه كلها أشياء. فالميثودولوجي يعني مكان جداً غني بالليميتيشنز. هذه نصيحتي يعني. الله يعطيك العافية. هدى
سيئة تفصل في بحث الدكتوراه، أخذ أسئلة معينة وحاولت أجاوبهم. أيوة ممكن طبعاً، هو systematic review ممكن يكون بحث دكتوراه بحد ذاته، يعني أنا أعرف أشخاص بحثهم الدكتوراه كان بس systematic review. أنا شخصياً كان systematic review فصل من 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 الدكتوراه، يعني جزء، لأن عندي سؤال جوابه بال systematic review. بزيد ما أدري إذا تحتاجي هذا الجواب ولا لا، في أثناء الكتابة أنا وزعت systematic review على كل الفصول، يعني في فصل الانترودكشن كتبت جزء عن، في جزء منه خاص عشان systematic review، في الميثودولوجي في جزء خاص للsystematic review، وهكذا في الاناليسز وفي الريزلت وفي الconclusion. فصار systematic review كأنه جزء من كل فقرة، من كل فصل، يعني في كل فصل في جزء للsystematic review وخلاص وشملتها. دكتورة هدى نفسها عندها سؤال ثاني، هل ألاقي الجاب في كل بحث وأعرف إيش النكس فيه من الريكومنديشن أو فيوتشر وورك في نهاية البحث أو في طريقة أخرى؟ أيوة جاوبتها، أنا جاوبتها هدى، قلت لها تطالع الميثودولوجي وتحاول تشوف الأشياء الليميتيشنز الموجودة فيها. تمام، وآخر واحدة قراية متوسطة الدراسات. متوسط عدد الدراسات أنا قلت إن في الغالب هي تكون أقل من 50، وممكن حتى لو 10 هم يعتد فيها وتعتبر systematic review. فعلى حسب، يعني في بعض الأبحاث مثلاً أنا بحثي يعني قد أشبع بحثاً وتنقيباً فأنا ألاقي مجموعة، لكن في بعض المجالات لا تكون جديدة أصلاً، فيدوب الواحد ممكن يحصل كم بسيط. أيوة جابرة أتوقع يمكن نفس السؤال. حجم العينة عندما يكون أقل من حجم عينات الدراسات السابقة هل يضعف من دراستي علما أن هذا هو المتاح لي من البيانات؟ طبعا أنا سبق وقلت بالنسبة للسكيل أو بالنسبة للسامبل ما في عدد معين أقدر أقول هذا هو الستاندرد وهذا هو الأفضل، وعدد معين أقول هذا هو الأسوأ، لا. في شيء اسمه هل فعلا هذه العينة كافية عشان تجاوب على سؤالي ولا لا، يعني يعتمد على سؤالك البحثي. وعلى العموم بالنسبة للمقارنة بينها وبين الدراسات السابقة، أنت أكيد هذا يعتبر من الليميتيشن الموجودة عندك بسبب مثلاً صعوبة إيجاد العينة، بسبب ظروف من هنا ومن هناك، أنت راح تكتبها على العموم. يعني ما أعتقد حتى، يعني على فكرة أنا أبقى أقول للباحثين الجدد يعني بشكل خاص أن ترى الليميتيشن أو حتى لو كان في ضعف، من الجميل إن إن الأوثر أو الباحث يعني يكون شفاف في نقل هذا الشيء، لأن هذا يعني يعبر عن مصداقية الباحث، ما يعتبر عيب أبداً، مو عيب. إحنا نكمل بعض، أنت عندك هذا الليميتيشن، يجي اللي بعدك ويكمل هذا الليميتيشن ويسوي شيء جديد، وهكذا هي أشياء تبنى على بعضها البعض. فإن شاء الله ما يكون يعتبر ضعف إذا أنت مثلاً قطيت كل الجوانب الأخرى، بس يكون الليميتيشن عشان هذا الشيء إن شاء الله ما يعتبر ضعف. خالد توفيق، هل الدراسات السابقة تكون السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل. ازيك يا دكتور احمد؟ هلا والله. خالد خلف توفيق، باحث دكتوراه جامعة المنوفية. والنعم. إدارة الأعمال. حياك الله. بالنسبة للدراسة، الدراسات السابقة دكتورة، يعني تبقى من كم سنة؟ يعني بيشترطوا عندنا في الجامعات المصرية إنها تكون 5 سنوات، وتكون الدراسات السابقة دي منشورة في مجلات أجنبية أو مجلات عالمية أو كده. فساعات البحث مثلا بتاعي بيبقى جديد، يعني في متغير منهم جديد جدا، فما بنلاقيش دراسات سابقة بوفرة، وممكن تكون المتغير قديم شويه. ف يعني مكتوب فيه من 2004، من 2002، من 2000، من 95، ممكن كوتلر نفسه يكون كتب فيه، اللي هو استاذ التسويق العالمي وكده. شكرا. طبعا هذا الموضوع يعني صعب التحديد فيه، لكن على حسب المتاح، يعني مثل ما سبق وقال الأخ، على حسب المتاح. يعني لو كان بحث أصلاً جديد
منين راح يجيبوا له دراسات يعني يكون عددها مره كبير وتغطي؟ خلاص يعني هذا الجستيفيكيشن راح يكون الباحث، لان البحث جديد فما في الا دراسات قليله، وانا ان شاء الله راح اكمل على هذا المجال. لو كانت مثلا المتغير ما في مثلا الدراسات الحديثه ما يعني ما تناولت هذا المتغير، ما في الا دراسه قديمه مثلا، لا انا مضطر استخدمها حتى لو كانت قديمه، واقول justification بعدين انا استخدمت هذه الدراسه على رقم قدمها لانها هي المتوفر. يعني في اشياء خارجه عن السيطره وفي استثناءات حتى في هذا الموضوع، يعني على حسب الموجود وعلى حسب التوبك الواحد يتحرك. فان شاء الله الى خير. شكرا لحضرتك خالص، شكرا خالص، شكرا خالص، شكرا، شكرا اهلا وسهلا. استاذ سعاد ان شاء الله هاجر بعد استاذ سعاد ان شاء الله راح نجاوبك ان شاء الله. اذا كانت لدي كلمات مفتاح تتجاوز الحد وكلها مهمه، كيف اتنازل عن كلمات الاخرى حتى اضمن اني وضعت الكلمات المهمه فقط؟ يعني في 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 مفا في الدات في الداتا بيسز الكبيره مثل الابسكو اللي انا اظهرته وحتى اللي اظهره الدكتور احمد، اتوقع انه تستحمل يعني عدد كبير من الكلمات. ممكن انت تصنفيها بس مثل ما انا سويت، انا صنفتها الى 4 مجموعات، خليت كل واحده منها تغطي توبك معين، وبهذه الطريقه خليت كل مجموعه في خانه فمشت الامور. فما لا يعني مو شرط تنازلها عن يعني شيء معين، ممكن تستخدميها كلها، هذا رايي. وبعد في عندها سؤال ثاني، دكتورة ممكن شرح كيفية الوصول إلى قاعدة البيانات البريطانية؟ والله للأسف الشديد أنا جت لي على طبق من فضة، يعني أنا كنت طالبة معهم فكان الأمور فري وكان الشيء متوفر في المكتبة، فكيف أحصل عليها عن يعني بعد صراحة ما جربت للأسف الشديد. الجامعات توفرها على العموم، يعني مثلاً هي الأستاذة سعاد ممكن ترجع للجامعة نفسها اللي هي تدرس فيها وتطلب منهم إن يعني يوفروا لها هذه الدخول إلى هذه القاعدة من البيانات، أتوقع أنهم ممكن يوفروا هالشيء. خالد توفيق، خالد عندك سؤال؟ المايك أنا ميوت، سوري ميوت. أوكي، قرية، ما هي ترجمة المصطلح إلى العربية systematic review؟ مراجعة ممنهجة، مراجعة أدبية ممنهجة، يعني تقوم على نهج معين، بروتوكول خاص ولها قواعدها وقوانينها، مش مراجعة عادية، هذا هو المعنى الحرفي. أتوقع جابرة جاوبناها عن العينة. آخر سؤال، حسب ما فهمت الباحث في SR نتيجة بحثه في الخروج بخلاصة الأبحاث والدراسات السابقة، طيب أين إضافته العلمية للموضوع ما عدا الخلاصة؟ الإضافة العلمية إن هو راجع كل الموجود بطريقة ممنهجة مرتبة منقولة بشكل دقيق جدا، يعني مو مجرد سمري وخلاص، جمع بين الأشياء المتشابهة وفرق بينها وبين المتضادات وخرج بنتيجة محددة. فهذه هي الإضافة، يعني هذا الفرق بين إني أسوي لترتشر عادي وبين إني أسوي systematic review، لأن أنا يعني ناقشت الإيفيدنس بعد، يعني ما مو فقط قلت إنه تم البحث في المجال الفلاني وطلعت النتيجة الفلانية، لا أنا استخدم، أنا جمعت وصنفت ووزعت وحللت، فهذا هو الفرق. الله يعطيك العافية دكتورة، كذي وصلنا لنهاية الحلقة اليوم. مشكورة دكتورة ومشكورة على قبولك دعوتنا، وإن شاء الله بإذن الله ما يكون يعني هذه بداية ما هي نهاية، وإن شاء الله تقدمين معنا محاضرة ثانية بإذن الله، أو مثل هذه المحاضرة أعتقد يبيلها بعد وقت أكثر من كثر المعلومات اللي فيها ما شاء الله. الله يجزاك خير، مشكورة جدا، الله يجزاك خير. بليز جميعا، أي واحد بعد الخروج من
الحلقة في في سيرفي، يا ريت تعبونه، يا ريت تعبون السيرفي، والسيرفي أول ما تطلعون راح يطلع يظهر على طول إن شاء الله. المحاضرة القادمة الأسبوع الجاي راح يكون about reflection on accounting research in MENA countries by Professor Collins Nitten. In Southampton University in UK بإذن الرحمن. الله يعطيكم العافية جميعا وشكرا على الحضور. لمتابعة الحلقات الدراسية بإذن الله، هذه كل الأكاونتات لحضور لمتابعة الحلقات الدراسية عن البحث، وهذه وهذول القناتين بإذن الله اللي راح نعرف فيهم التسجيل المحاضرات. الله يعطيكم العافية جميعا وشكرا دكتورة مرة ثانية، وإن شاء الله نشوفك مرة ثانية بإذن الله. يعطيكم العافية. شكرا، شكرا للجميع. مع السلامة.